مغنين انتوا في قناة العب مع دودو. اول ما نبدأ اي حاجة دوس على الاشتراك والزرار الاحمر والجرس عشان يوصلكوا كتير مع العب مع دودو. دودو. فالزرار جايبين 4 لعب. جايبين لعبة ايه النهاردة؟ انا عارفة. لا جايبين 4 لعب. انا هقول ان بعد دي بعد المطبخ هنعمل عربية ريموت. يبقى اصحابنا لازم يشتركوا في القناة عشان يشوفوها، لو ما اشتركوش مش هيشوفوها صح؟ انا عارفة انت النهاردة جايب لنا لعبة ايه يا دودو؟ لعبة المطبخ الجميل صح؟ طب ممكن تفرجنا عليه؟ يلا بقى نشوف حاجة حاجة بالترتيب. مين ده؟ دودو؟ دودو؟ لا ده مش انا. ده مش انت؟ ده الطباخ. بص معاه بوتاجاز جميل، وهنا ايه ده؟ الحوض صح؟ حوض. واللي نازله دي ايه؟ ميه. بيغسل ايه يا دودو؟ طماطم والبتنجان صح؟ بتنجان. يبقى لازم قبل ما ناكل نغسل الاكل صح كده؟ دي ايه؟ دي حلة. ودي ايه؟ وحلة. دي طاسة. طاسة. ودي شوكة. معلقة بتاعت البيت. بتاعت البيت شاطر. ودورة بتاعت نقطع بيها. سكينة نقطع بيها الخضار. وبيت. دي بيضة زي اللي ايه بناكلها الصبح عشان تخليها أقوية. انا كلتها. صح. كلت بيضة. شاطر. وده ايه؟ بيض. لا ده بقى طبق لونه ايه الطبق ده؟ اصفر. شاطر. والبوتاجاز لونه، لا هنا احنا الاول. والفراخ ايه؟ لونها اصفر والطبق لونه ازرق. صح. وده بوتاجاز. بوتاجاز لونه اخضر وازرق وازرق وهنا لونه اصفر وبرتقاني برتقاني برتقاني برتقاني. دودو شاطر عارف الالوان. تيجي نشوفها من ورا بقى. استنى اوريكم. ايوه خليها كده. ده بوتاجاز. بوتاجاز معلقه شوكه سكينة. ده بوتاجاز. وده الشيف الصغنن. الشيف ده شكله حلو قوي. وده الحوض اللي بيغسل فيه الحاجة. بصي هنا. بصوا هنا. ايوه. مين هيفتح؟ انا. يلا دودو النهارده هيعمل لنا اكل كتير صح يا دودو؟ احنا جايبين عربيه ريموت. طيب يلا افتح بقى. يلا افتح. مين بيعرف يفتح اللعب؟ استنوا اصحابي بفتح من هنا. اصحابي الدودو عشان بياكل بيضة عملتها اصحابي. بصوا بصوا دودو بيفتحها من هنا. يلا يا دودو. انا قوي. دودو قوي. بص الطبق ده زي التلفزيون. بص الطبق شكله حلو. بص الطبق ده مخرم، ما ينفعش نحط فيه مثلا شوربه او حاجه تقع. لا لازم حاجات ناشفه. بصوا اصحابي الفراخ لونها حلو. وريني. دي حلوه. دي زي الزوايا. يامي يامي. ده ايه؟ بصوا اصحابي ده البوتاجاز. تعالى نوريه لاصحابنا. بصوا البوتاجاز ده. يلا فتحت كله. يلا يلا طلع الحاجه. فين بقيت الحاجه؟ دوره. بص الدوره لونها جميل اخضر فاصفر. دي السكينه. بصوا يا اصحابي دي اللي بنقطع عليها. وريني ميكي ماوس. بصوا يلا نايس. ايه؟ هطلع. طلع يلا. نفتح ليه؟ يلا عشان عايزين نطبخ. مين هيطبخ؟ بص كده. هي دي الحاجة؟ ايه ده في حاجة جوه الحلة. تعالى نشوف ايه دي. لا دي صوره. طب تعالى بقى نوري لاصحابنا بالترتيب دي البيضه. في كمان صوره. استنى هنشوف الحاجات دي. اوكي اصحابي في كمان صوره. بص يا دودو ده الغطا بتاع الحله اصحابي. ودي الطاسه. في كمان صوره. ودي استنى دي الحاجات اهي اللي هناكل ونقطع بيها. وده الذره. وده البوتاجاز. مع ايه؟ مع
حاجة صورتين. مالين دي هات اقول لك صور ايه دي. ده بيض. مالين ده بيض. ايوه صح، دي البيضه وعليها الفرخه. يلا مين هيطبخ؟ دي بطاطس. طب مين هيطبخ؟ انا. يلا اول حاجه هنعمل ايه؟ هحط دول. يلا اول حاجه هنحط البوتاجاز. فين البوتاجاز؟ اهو. يلا نطبخ ايه؟ الفرخه. لازم نعمل ايه؟ نحط الحله. فين الحله دي؟ ولازم نحط في الحله ميه صح؟ هنملى الحله ميه، لما الميه تغلي خالص هنحطها. يلا حط في الحله. يلا اقفل بقى، اقفلها وسيبها تستوي. نقلبها الاول، نغطيها عشان نعمل البيض. دلوقتي نعمل ايه يا دودو؟ البيض. البيض محتاجين له ايه؟ طاسه. هنحط الطاسه. طاسه ونحط البيضه. استنى نوري لاصحابنا شكل. الله جميله، مين هياكل البيضه دي؟ ولازم نحطها على النار. بنقلبها بايه يا دودو؟ فين اللي بنقلب بيها؟ صح دودو شاطر، بنقلب بدي. ناقص ايه؟ ناقص نقطع الذره. قطع الذره نلزقها الاول. بص يا اصحاب الذره دي لازم نوريهم. بص بص الذره دي بتلزق، عشان نقطعها محتاجين ايه يا دودو؟ سكينه. سكينه. يلا هتقطع بالسكينه. يلا سكينه صغنونه. محتاج سكينه كبيره. استنى اخر حته من هنا. دودو قطعهم ونحطهم. يلا شوف بقى يا دودو الفراخ والبيض وطلعهم في الطبق. يلا تلاقي الفراخ استوت يا دودو. الله الريحه جميله. والبيض لسه ما استواش. شاطر. ونحط عليهم الذره، ايه رايك؟ طب احنا عشان ناكل محتاجين ايه يا دودو؟ عشان ناكل محتاجين ايه؟ محتاجين شوكة، سكينة. فين المعلقة؟ معلقة. ايه رأيكم في الطبق اللي دودو عمله ده؟ طعمه ايه يا دودو؟ حلو؟ لذيذ قوي يا دودو الطبق دوت، لذيذ فعلا. تسلم ايدك. طب انا جعانة، ممكن تعمل لي حاجة تانية؟ ممكن تعمل لي سندوتش همبرجر؟ اوكي يلا اعملو. استنوا اعملو كمان سندوتش همبرجر. اوه يامي 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 يامي، حلوة قوي. طب ممكن حاجة تانية؟ ممكن بيتزا؟ هسخنها في الميكرويف الاول. خلاص نقفله نوديه هنا. ده انت طباخ شاطر قوي، عملتلي البيتزا. ممكن اشوفها؟ واو. وفراخ؟ لا انا عايزه يا دودو بطاطس محمره. ممكن كمان جبتلي البطاطس. تسلم ايدك يا دودو، حلوه قوي. طب ممكن لو سمحت سندوتش سوسيس؟ تسلم ايدك يا دودو. استنى ادوقه كده. نم 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 نم. الله ده جميل. انا لسه جعانه يا دودو، عندك ايه تاني؟ كيك وطماطم وفراوله. كيكه فراوله انا بحبها. ودي طب ما عندكش حاجه بالشوكولاته؟ انا نفسي كيكه شوكولاته. كمان عندك كيكه شوكولاته. الله يم 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 يامي. طب عندك مولتو؟ يا انا شبعت يا دودو، ناقص بس هاخد منك حاجتين وخلاص. انا عايزه ايس كريم وعصير. عندك ايس كريم ايه؟ فراوله. يامي جميل، حلو قوي. ممكن بقى اشرب العصير؟
الله يا دودو، تسلم ايدك، حلوة اوي المطبخ ده. لو مطبخ دودو عجبكو يعملوا ايه؟ اشتراك في القناة عشان تشوفوا الالعاب الكتيرة اللي دودو بيجيبها، صح؟ باي.